وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد طالب كيقرأ حسب ما ورد في السؤال أنه يقول عنده واحد البنية، واحد البنت صديقة ديالو عزيزة عليه وهو عزيز عليها، وأنه كان تيتعاون معها في الدروس وهكذا، ومدة هذه كيتكلم معها وتتكلم معاه وتتواصل معاه في وسائل التواصل الاجتماعي حسب ما ورد في السؤال. دابا البنت جاتها البادرة ديال ارتداء الحجاب، بغات تحتجب، بحال إذا كانت مثلا طلقة شعرها وما كانت لبس الحجاب، دابا جاتها الفكرة ديال أنها ترتدي الحجاب، بحال بغينا نقولوا واحد النوع ديال التحول، نقطة التحول. هذا التحول ما تيجيش عبثا هكذا، تيجي لسبب من الأسباب، قد يكون توبة من الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى آخره. بغات ترتدي الحجاب ديالها وهو يعارض الطريق ديالها مثلا، قال لها لا ما تديريش الحجاب، حيت إلا درتي الحجاب الحجاب ما جاش معنا، مثلا لسان حالها كذا يقول ما جاش معنا، حيت كيف يعقل البنت داير الحجاب واقفة كتهضر مع شاب الأجنبي وتهضر معاه في التليفون والواتساب والفيسبوك؟ قال لك انا في نظري قلت هكا يعني بما تنصحني. ننصحك اخي الكريم اولا وقبل كل شيء بالابتعاد عن هذه البنت، وان تبتعد هي الاخرى منك، هذا اطهر لقلوبكم كما قال رب العزة والجلال. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا نص القرآن الكريم، تربية القرآن، كلام رب العزة والجلال، كلام الله عز وجل الذي خلقني وخلقك وخلقها وخلق غيرنا. ربي سبحانه وتعالى هو اللي علم أشنو دار فينا. ربي سبحانه وتعالى خلق الرجل وركبه من شهوة، وخلق المرأة وركبها من شهوة، وديك الشهوة كتخدم في إطار العلائق أو في إطار العلاقات، والمحرك ديال هذه العلاقات هو الشيطان. وربي سبحانه وتعالى نزل علينا كتاب تربية، وأرسل إلينا المعلم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحط لنا الحدود. سيقول ربي سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا، إلا بغينا نسولو العيالات نسولهم من وراء الحجاب، علاش؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كيفاش أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ ملي كتبغي غرض مهم جدا عند المرأة الأجنبية تتصوني ولا تتدقر وتتكلم من وراء الحجاب، ما تشوفك ما يشوف، ما تشوفها، ما تشوفك هي وانت ما تشوفهاش، هذا أطهر، لأنك إذا نظرت إليها وتستمع إلى كلامها الشيطان كيخدم خدمته. ماذا قال الله عز وجل؟ فلا تخضعن بالقول، في آية أخرى، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقر في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا رأى كلام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أفلا يجوز لنا أن نصدق كلام الله؟ بل يجب أن نصدق الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلا تخضعنا بالقول، هذا خطاب خاص للنساء والبنات اللي كيقرأوا في الإعداديات والثانويات والجامعات، واللي ما كيقرأش أيضا، عموم خطاب لعموم النساء. فلا تخضعنا بالقول، علاش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، وسمى الله عز وجل مرض. ملي كتبدا المرأة ولا البنت كتغنج، تدير التغنج في الكلام ديالها والخضوع في القول والترقيق في القول، وتتبدا تدير الترنم والكلام الرقيق الجميل، تتحاول تحسن، اشنو كيوقع ديك الساعة؟ ضربات الصميم ديال القلب ديال الخطيب ديالها والمحدث لها. فيطمع الذي في قلبه مرض، اسمها القرآن مرض، مرض الشهوة، مرض الهوى، مرض الحب بلسان عربي مبين. فيطمع الذي في قلبه مرض،
وقلنا قولا معروفا. إذا بغيت تهضر البنت ولا المرأة عند الاقتضاء تكلم بطبيعتها، ما تغنش في الكلام، ما ترقق في الكلام، ما تزينش في الكلام، لأن في ترقيق كلامها استمالة لقلب مخاطبها ومحاورها، وربي جاء باش يسد هذا الباب هذا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قول معروف. أولا وقبل كل شخصكم توبوا الله سبحانه وتعالى، لا أنت ولا هي، ما عندك حق باش تهضر مع الأخ الكريم. خالد الكلام هذه تقيل شوية، غادي يجيك بحال الصاعقة، ولكن صبر له، ما دمت أنك طرحت السؤال شرعي يجب أن يكون الجواب مطابقا ويكون بالشرع أيضا. هذه نصيحتي لك. في الحقيقة أن النصيحة قد يكون فيها شيء من الغلظة، ولكن هي دواء. النصيحة هي دواء للأدواء، كتعالج الأمراض. ما يجوز لك، استوب الله سبحانه وتعالى أنت ولا هي، ما عندك حق باش تهضر معها ولا تتكلم معها إلا في حدود وضوابط شرعية صعب تنفيذها. علاش؟ على أختك وبنتك بيتي اللي يهضر معها في الشارع، بيتي اللي يخرق الحصار ويتكلم لك مع بنتك وأختك في وسط دارك في التليفون، وبيت اللي يختاري بنتك وأختك، راه إن شاء الله غادي تزوج وغادي تولي بنات، غادي تعرف القيمة ديالهم. إذا لا يجوز، إذا هذا اعتداء على حق الغير، فلا يجوز، لأن هذه وسائل كلها وسيلة إلى الرذيلة، وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى الزنا والفواحش. ما يمكنش أنك تهضر مع البنت الأجنبية اليوم وغدا اليوم وغدا، وما يتحرك فيك شيء، وما يزينش لك الشيطان العمل ديك أبدا. احنا ما كنتعاملوش مع الملائكة في الأرض، وإحنا ماشي ملائكة. الإسلام جاء لسد الذرائع، ولكن تعجبني منك الصراحة. شوف دابا عندك صراحة، قلت يا ودي شنو كاين شنو كاين، ما هو الجواب؟ ما هو حكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو الابتعاد. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتأذن لي؟